بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله اليوم حنبدأ بمحاضرة بخصوص Unit 5 واللي بتتكلم عن Choice of Methods and Instruments. من ضمن الإجراءات Quality Assurance في مختبر التحاليل الطبية إنه يتم هناك اختيار للميثودز اللي بيتم فيها العمل من خلالها عمل التجارب، وكذلك اختيار الانسترومنتس الأجهزة والمعدات اللي احنا بنقيس من خلالها نتائج الفحوصات الخاصة بالمرضى. اختيار الميثودز والانسترومنتس بيكونش عشوائي او حسب ما هو يعني اللي موجود حيلا وبناخده ونحطه، لا، هو المفروض انه لما انا بختار طريقة عشان اقيس الفحوصات البيوكيمستري مثلا او فحوصات الهيماتولوجي او ايا كانت الفحوصات، الاصل انه بيتم اختيار الميثود على اسس علميه، وهذه الاسس العلميه طبعا احنا حنتطرق اليها ان شاء الله في هذه الوحده الخامسه. وكذلك الانسترومنتس بيتم اختيارها بناء على المعايير معينه. الهدف من هذا الكلام ان احنا لما نختار الميثود بتكون الميثود مناسبة لمختبرنا، مناسب لإمكانياتنا، ونتائجها ريليابل ويعتمد عليها ومنيحة ومعتمدة، وكذلك الانسترومنتس. بالتالي ما فيش حاجة اسمها الاختيار عشوائي وحيلا طريقة ما بتمشي، مش دائما الأمور بتمشي معاك بحيلا طريقة. فالاختيار العشوائي للميثودز مش صح. فإذا احنا بنتكلم عن مختبر يطبق مبدأ الكواليتي أشورنس، وهذا الكلام الاختيار العشوائي ما بيمشيش، عشان هيك احنا بنقول المختبرات اللي بتطبق مبدا الكواليتي اشورنس اللي هو المعايير الكواليتي، هذه مختبرات نادر ما بيطلع منها اخطاء، نادر ما بيطلع منها اخطاء، ومن الصعب انه يطلع منها اخطاء اصلا. فعشان هيك احنا ماشيين في اجراءات، بدينا باجراءات الاداره وخشينا على مفاهيم الايرورز والبريسيجن والاكيورسي والريفرنس انترفال، والان احنا حنفوت على يونت 5 اللي هي كيف انا بدي اختار الميثودز والانسترومنتس بحيث انه انا يعني اكون مرتاح للنتائج وبتكون مناسبه لطبيعه الشغل وظروف المختبر. طيب نبدا بالميثود سيلكشن. بقول لي 3 كلاسز of characteristics should be considered لما انا بدي اختار الطريقة. في ثلاث اشياء انا بدي احطهم في عين الاعتبار وانتبه لهم في خلال عملية اختياري للطريقة. نمرة ايه؟ methods application. methods application يعني قديش هي الطريقة اللي انا بدي اختارها قابلة للتطبيق وين عندي في المختبر. طبعا انت هتقول لي طب هو الميثودز يعني ما هم كلهم ميثود علميه وكلهم ميثود معتمدين عالميا، والميثودز يعني بتكون طريقتها موجوده في الكت، وكيف انا يعني بدي ارفض او اقبل؟ بقول لك صحيح، هي الميثودز معتمده بتكون، لكن الميثودز ما بين بعضها في اختلافات. الاختلافات هذه ممكن شيء يناسب مختبري وما يناسب، او شيء ما يناسبش مختبري. في ميثود ممكن تناسب امكانيات الماديه وفي ميثود ما بتناسبش امكانيات الماديه، في ميثود بتناسب قدرات الفنيه والعلميه للستاف اللي عندي، وفي ميثود ثانيه ما بتناسبهمش. وبالتالي كل الميثودز اللي موجوده في من خلال الكتات اللي بشتريها او المعتمده في التكست بوكس هي ميثود علميه صحيحه، مش يعني هي ميثود مغشوشه. لكن السؤال انه مش كل صحيح بناسبني، مش كل صحيح بناسب مختبري، مش كل صحيح بناسب الظروف اللي احنا بنعيش فيها. وبالتالي من المهم ان انا مختار من هالطرق المناسبات هذولا والمعتمدات طريقة تناسبني انا كمختبر موجود في منطقة معينة مثل قطاع غزة او في اي منطقة. وبالتالي هذا اللي احنا بنقصده، انه الطرق هذولا العلمية المعتمدة انا بدي اختار اللي بتناسبني منها، اللي بتناسبني منها. طيب الان اللي بقول لي الميثودز ابلكيشن، فاول معيار انا باخده في عين الاعتبار اللي هو تطبيق، امكانيه تطبيق هذه الطريقه. طيب من ضمن الاشياء اللي من
تنطوي تحت إمكانية تطبيق هذه الطريقة، اللي هو الكوست بير تيست. الكوست بير تيست اللي هو قديش بكلفنا الفحص. فممكن طريقة بتكلف كمية مثلا 2 دولار أو دولار ونص، وممكن طريقة تكلفني 5 دولار. وبالتالي احنا نتكلم عن مختبرات ضخمة زي المختبرات المركزية في المستشفيات المركزية في قطاع غزة، انت بتتكلم عن ارقام كبيرة في اليوم تجرى في الهرمونات والبايوكيمستري والهيماتولوجي والبلاد بانك والميكروبيولوجي والفيرولوجي والسيرولوجي. انت بتتكلم عن يعني فحوصات، عدد كبير جدا من الفحوصات. وبالتالي مبدأ انه قديش بيكلف علي الفحص كصانع قرار في وزارة الصحة، هذا الشيء طبعا مهم جدا. فالكوست بير تيست هذا بدي اخده بعين الاعتبار قبل ما اخذ قرار ان انا اعتمد هذه الطريقة ام لا. طيب تايبس اوف سبيسمنز، النوع السبيسمنز اللي بدي اخذها. اذا كان في طريقة بتعتمد انه والله طريقة البول بتمشي، اذا كان والله في بلاد هذا سبيسمن، في ممكن ارتيريال بلاد، في مثلا سي اس اف. وبالتالي طبيعه السبيسمن انت بدك تاخذها بعين الاعتبار، لانه مش كل السبيسمنز اللي انت بتحصل عليها من المريض تحصل عليها بنفس المستوى من السهوله. فهذا الكلام بدك تاخذه ايضا بعين الاعتبار. السامبل فوليوم، السامبل فوليوم كمان مهم جدا. ليش؟ لانه كل ما كان السامبل فوليوم اقل، كل ما كان اسهل في الـ في الـ في, الـ في عمليا في التطبيق في الميدان. لانه احيانا بيكون انت بدك تاخذ من طفل صغير سحب دم، ومش من السهل انك انت تاخذ منه مثلا 5 سم دم، مش من السهل انك انت تاخذ من رجل كبير في السن تاخذ الكميه هذه، لانه في صعوبات. ممكن يكون شخص سمين جدا يغلبك في الكميه اللي انت بدك تاخذها. بالتالي السامبل فوليوم هنا كمان مهمة، انه انت تكون يعني العينة قدر الامكان تكون قليلة وحجمها قليل حتى يكون يسهل انك انت تحصل على الكمية اللي بدك اياها. المعيار اللي بعديه اللي هو تيرن اراوند تايم. التيرن اراوند تايم قديش وقت الفحص الواحد قديش بياخذ معايا وقت. فكمان هذا معيار مهم جدا، لانه الوقت المهم جدا، الوقت عشان انت تنجز. تتكلم عن اختبارات كبيره بدك تنجز، وبالتالي احنا ما بدناش نهدر وقت طويل في كل فحص، وما بديش الفحوصات او الطريقه اللي بدي اختارها تكون من مساوئها انه هي تحتاج وقت طويل، مثلا انكوبيشن بيريود، بدك مثلا تستنى عليها، بدك تحطها في الفريزر، بدك. وبالتالي بدك تتاكد انه الوقت اللي بيستهلكه الفحص الواحد يكونش كبير او طويل كبير. الريت اوف اناليسيس قديش وتيره الريت اوف اناليسيس، قديش انا بقدر اطلع تحاليل في وحده الزمن الواحده. الران سايز قديش انا بقدر اشتغل في الرن الواحد، الرن اللي هو الوجبه الواحده او الدفعه الواحده من العينات اللي انا بشتغل لهم دفعه واحده. فلما انا بجيب الجهاز مثلا، عندي جهاز بقدر احط فيه مثلا 30 عينه سيرم لاشخاص مختلفين، وببدا الجهاز يشتغل عليهم 30 عينه 30 عينه، بسميهم ران سايز. وبالتالي الطريقه هذه الران سايز قديش مهمه جدا، لانه قديش انا بدي انجز شغل. فالران سايز هنا كمان لازم اعرفها. الماتيريالز، طبيعه الماتيريالز اللي بدي اياها، في بعض الماتيريالز بتكون مواد صديقه للبيئه، في بعض الماتيريالز زمان كان يجيبوا للهرمونات مواد مشعه زي اليود المشع، ما كانتش يعني مواد صديقة للبيئة. هذه الأمور، المواد كورسيف ولا مش كورسيف وهكذا. البيرسونيل كمان، هل الأشخاص اللي عندي مؤهلين إنه يشتغلوا على الطريقة، يستطيع إنه يشتغلوا عليها، هل هم تعلموا عليها تدربوا عليها، ولا عندي صف قديم وأنا ما أخذ مادتوش دورات وهذه طريقة جديدة وهم مش حيعرفوها. هذا الكلام يعني تاخده بعين الاعتبار، إنه هل عندك الناس مؤهلين تقنيا إنهم يشتغلوها ولا لا. يعني زمان كنا نشتغل على تشخيص البكتيريا بالروتين ايدنتيفيكيشن تيست، اليوم بيشتغلوا على الايدنتيفيكيشن على المولكيولار تكنيكس. طيب اللي خريج التسعينات وما قبل التسعينات، هذا اليوم مش هيقدر يشتغل على الايدنتيفيكيشن للبكتيريا او الفيروسز بواسطه المولكيولار تكنيكس. وبالتالي انت بدك تيجي تطبق
الكلام هذا او المولكولار تكنيكس ليفل على على تشخيص البكتيريا والفيروسات او الحشرات او ايا كان، ما بدك طاقم يكون مؤهل لهذا الكلام. فبالتالي هذا الكلام انت بدك تشوف البيرسونال اللي عندك السبيس. بعض الفحوصات بدها تروح وتيجي وتغسل وتعمل، وبالتالي هذا السبيس كمان مهم جدا. هل انت بتحتاج على البنش مساحه واسعه عشان تشتغل الطريقه هذه ولا لا؟ utility requirements، هل انه الاشياء اللي انت بدك تستخدمها كلها متوفره عندك؟ هل انت بتقدر يعني تلبيها وتحضرها وتجلبها؟ هل انت بتقدر يعني انك انت توفرها؟ السيفتي كونسيدريشنز اللي هو طبعا السيفتي، هل هي طريقه امنه ولا فيها تسخين كثير وفيها ابخره ممكن تكون ابخره سامه؟ هل هي بدها شغل ممكن ينطوي على مخاطر؟ هذه البنود كلها تيجي تحت بند الميثودز ابلكيشن. وبالتالي اذا كان البنود هذه جزء منها مش متوفر عندك، فبصير الابلكيشن لهذه الطريقه صعب. يعني اذا كان التكلفه عاليه خلاص ما انت مش هتقدر تطبقها حتى لو كانت هي افضل طريقه. السبيس والله عندك السبيس مش متوفر، البيرسونال، فاي بند من هذه البنود اللي هو يندرج تحت اللي هو الميثودز ابلكيشن اذا ما كانش متوفر يمكن يكون من الصعب انك انت تاخذ قرار باعتماد هذه الطريقه في المختبرات. وبالتالي بصير الامر يعني بده تفكير واعاده نظر في هذا الكلام. فهذا بالنسبه للميثودز ابلكيشن. طيب بالنسبه للميثودولوجي اللي هو خلال عمليه البروسيجر والطريقه، في الميثودولوجي بقول الكيميكال سنسيفيتي اند سبيسيفيسيتي، هل انه المواد الكيماويه الكيميكالز اللي انت بدك تشتغلها هل عندها السنسيتيفيتي والسبيسيفيسيتي عاليه ولا لا؟ السنسيتيفيتي انه هي قديش يعني عندها دقه في حساب الكميات لما تجري عليها التجربه. السبيسيفيسيتي قديش عندها دقه في اللي هو انتقاء الماده المراد التفاعل معها. وبالتالي ما بينفعش يكون انا عندي كيميكالز ممكن تشتغل على مواد ومواد مشابهة لها، على المواد وشبيهاتها ما بزبطش. فإذا كل ما كان الكيميكال في انتقائها وفي تفاعلها سبيسيفيك لمادة معينة فأنت بدك إياها، هذا بيكون شيء ممتاز. والسنسيتيفيتي لما تفاعلت معها أعطتني نتيجة فعلا قدرت هذه النتيجة كميتها ولا لا، هذا المقصود بالسنسيتيفيتي والسبيسيفيسيتي. السبيسيفيسيتي انه هي انتقاء الماده فقط، هي فقط اللي احنا بدنا نقيسها، ما بتروحش لماده شبيهه لها، هذا السبيسيفيسيتي. اما السنسيتيفيتي طب هي لما اختارت هذه الماده هل الناتج التفاعل فعلا عكس صوره صحيحه لقديش الكميه الموجوده عندي بالمليجرام او بالجرام وهكذا. فهذا كمان مهم جدا وبتلاقيه مكتوب في البامفلت في الكتات السبيسيفيسيتي والسنسيتيفيتي. طيب المانر اوف كاليبريشن، طريقه الاعداد الكاليبريشن ودقه الكاليبريشن وقياس الكاليبريشن، الاستابليشمنت للكاليبريشن نفسه اللي هو الكاليبريشن كيرف، يعني هذا كمان مهم كيف بدنا نسويه، هذا كمان بناخده بعين الاعتبار. الاوبتمايزيشن اوف ذا رياكشن كونديشنز، هل ان انا الظروف والظروف اللي انا بدي اشتغل فيها هل ان انا بقدر اوفرها؟ الاوبتمايزيشن للرياكشن للرياكشنز، الاوبتمايزيشن اللي هو ممكن من ناحيه فيزيائيه تمبريتشر والملوحه والبي اتش وما الى ذلك والضغط وما الى ذلك، ولا الاوبتمايزيشن للكيميكالز وقديش انا بدي اوفر مثلا بفرز وما الى ذلك. فكل هذه الاوبتمايزيشن للرياكشن انت المفروض انك توفرها كما هو مطلوب منك. فاذا كان الاشياء الثلاثه هذول البنود هذول بخصوا الميثودولوجي، فهل انت تستطيع ان انت تحقق هذول توفرهم ام لا؟ هذا طبعا بدك تفحص في المختبر عندك كمسؤول. يعني نيجي للبرفورمانس كاركترستكس. البرفورمانس بعد انت ما يعني بدك تشتغل على ارض الميدان انت، طيب بالنسبه للميثودز ابلكيشن فحصت والميثودولوجي طيب كله تمام الان بضل القرار النهائي بعد البرفورمانس كاركترستكس. يعني ايش كيف لما انا جربت على الميدان بعد ما اخذت بعين الاعتبار كل اللي انا حكيته قبل ومثلا الامور كانت تمام خلاص احنا قررنا نعتمد الطريقه الفلانيه،
طيب الآن طبقها على الميدان، شوف إنه التطبيق اللي على الميدان بيصدق اللي أنت خمنته ولا ما ولا بكذبه. فبالتالي قصة البرفورمانس كاركترستكس بقول لي how will the method perform in its practical application. الآن لما أنا اخترت ولقيت التكلفة كويسة والسبيسمين كويس والفوليوم منيح و و و والميثودولوجي والسنسيتيفيتي كل الأمور هذه تمام، طيب تمام، طب تعال نجرب لمدة 3 أيام 4 أيام أسبوع، تعال نجرب الطريقة هذه في الميدان ونشوف كيف الأمور بتمشي معنا. هذا يا إخواننا هي الطريقة الصحيحة لاعتماد الطرق. وبالتالي هنا بقول لي how will the method performs in its practical application. أنا اخترت الطريقة، طيب خليني أشوف كيف إن أنا في الميدان كيف بدي يكون الأمور تمشي معايا. بدي أشوف الميثودز لينير رينج. طبعا الميثودز لينير رينج إحنا هنتكلم عليها الآن في المحاضرة إن شاء الله، ونشوف يعني إيش المقصود فيها الميثودز لينير رينج. its precision و its accuracy. طبعا لما أنا بدي أشوف البرفورمانس لهذه الطريقة على الأرض بدي أفحص البريسيجن وبدي أفحص الأكيورسي. إحنا قلنا الأكيورسي اللي هو الكوركتنس قديش هي صحيحة، والبريسيجن قديش إن أنا لما بدي أعيدها بأجد نفس القيمة مرة ومرتين وثلاثة. هذا بالنسبة للمعايير الثلاثة اللي أنا بدي أتكلم اللي اتكلمنا عليها في اختيارنا للميثود. طيب بالنسبة في الميثود ايفالويشن بيقول لي once an instrument or test kit has been selected as possible candidate for use evaluate it carefully before making final commitment. رح أطول حكينا الكلام هذا. لما أنا من خلال المعايير اللي أنا ذكرتها السابقة تم اختيار إكس من الميثود، طيب تمام الآن أنت بدك تطبقها في الميدان وتعملها evaluation. بدك تعملها evaluation، تبارك evaluation غير performance. performance اللي هو تقييم الأداء خلال الميدان، خلال الشغل لما أنا طبقناها كانت الأمور ماشية كويسة في الميدان ولا لا. إذا ماشية كويسة خلاص تمام تقريبا إحنا بكون أخذنا القرار النهائي. الجد بقول لي قبل ما تأخذ القرار النهائي خد بالك اعمل evaluation للطريقة قبل ما تاخذ الفاينل ديسيجن، قبل ما تاخذ القرار النهائي اعمل ايفالويشن للميثود. طيب الايفالويشن بروسيس شود بي لوجيكالي ستراكشرد سو ذات مينيمم اوف تايم اند ايفورت نيد تو بي انفستد تو اوبتين ماكسيمم ريزلت. تاخذ بعين الاعتبار خلال عمليه الايفالويشن لايش احنا بنطلع. قال لي بدنا نطلع الى انه اقل، هاي معيار في الايفالويشن، اقل مجهود في اقل وقت حتى احصل على اعلى نتائج من ناحيه العدد والبرفورمانس يعني. وبالتالي انت هذا الكلام هو اللي بدك انت تاخذ بعين الاعتبار في الايفالويشن، مينيمم تايم اند ايفورت، اقل مجهود واقل وقت عشان احصل على ايش؟ تو اوبتين ماكسيمم ريزلت، حتى احصل على ايه؟ على ماكسيمم ريزلت. طيب هذا بالنسبه للايفالويشن وايش المبدا اللي انا بدي اشتغل على الايفالويشن. طيب الـ goals of evaluation are to determine method accuracy and precision. الهدف من الـ evaluation أنا بدي أحدد الـ accuracy والـ precision للطريقة. لما أنا بختار الطريقة وخلص أخذت تقريبا قربت إن أخذ قرار نهائي قبل بس في الميدان، طب جربها وشوف الـ accuracy والـ precision تبعتها. To evaluate the magnitude of methods inherent random and systematic error. شوف الطريقة هل ممكن يطلع من وراها inherited random or systematic error. هل ايش يعني inherited random or systematic error؟ يعني في عندي errors بتطلع كل مرة وبالتالي هذه كأنها inherited، وبالتالي هذا الكلام بكون في، اذا كان هذا الكلام موجود معناته في مشكلة في الميثودولوجي، في مشكلة في الطريقة، في مشكلة في الكيميكالز. خصوصا ليش؟ لان انت بتحكي عن inherited، عشان هيك قال لك شوف inherited random or systematic error. اما لو كان random من غير inherited هذا بيكون راندوم عشوائي كده، حدث كده طفرة واختفى. لكن الانهيريتد راندوم معناته في مشكلة في الميثودولوجي أو في الكيميكالز، وبالتالي بترجي بيبين لك إذا في عوار في الطريقة هذه وانت ما خدتش بالك منه. وهذا من هنا بيجي قيمة الإيفاليويشن. ثلاثة، to discover
discover if the new method fits into the framework of the laboratory's organization and workload. الكلام النظري دائما غير عن التطبيق الميداني. فهنا بقول لك احنا بعد ما خدنا باعتبار كل الاشياء وهي مهمة اللي ذكرناها في السابق، طيب تمام، انزل على الميدان وشوف الطريقة هذه هل تتناسب مع الفريم وورك، هل تتناسب مع ظروف المختبر، تتناسب مع ايش عن ظروف المختبر، مع البيئة، مع الفنيين، مع الاجواء الموجودة، كهربتك، ميتك، المساحة تبعتك، كل النظام تبعك اللي بتشتغل فيه مع الموظفين، هل الطريقة تتناسب معهم ولا مش متناسب معهم. كل هذا بيجي مع تطبيق الميداني والإيفاليويشن إلها من خلال تطبيق الميداني للتجربة. هذا بالنسبة يعني للإيفاليويشن. طيب احنا نيجي حكينا هنا في الـ في الـ في الميثودولوجي، قلنا في عندنا البرفورمانس كاركترستيك اللي هو الميثودز لينير رينج. احنا عقيد حنتكلم عليه ايش يعني في الـ طبعا الان احنا على الكلام هذا كله لسه كان كله كلام نظري، الان انا بدي اخش على العملي. طيب بدي اقول طيب ماشي، انا الان بدي اشتري كيت او بدي اعتمد طريقه، والطريقه هذه انا طبعا بدي اشتري لها الكيميكالز تبعتها والادوات تبعتها وما الى ذلك. طيب الان هذه الطريقه، طب انا كيف بدي اقيمها؟ كيف بدي اقيمها؟ طيب انا بدي اقيمها بعده يعني صور. الان هنا في التقييم الـ A حكينا انه الميثودز ابلكيشن، طبعا هو حيقول لك قديش التكلفه. طب تكلفه من خلال مثلا انت بتشتغل كيت تعرف هو كم فحص بيعمل وانت قديش دفعت فلوس، وبالتالي لو انت فحصت شريت كيت مثلا ب $100 وقال لك انا بعمل لك 100 فحص، يبقى كل فحص بكلفك دولار. طبعا بدك تاخذ بعين الاعتبار انه في كنترولات وفي يعني ممكن نصفي لك على 90 او 85 فحص حتعمله، فبدك تاخذ بعين الاعتبار هذه التكلفه. فانت هو بيقول لك قديش السبيس من سامبل والفوليوم وكل الامور هذه. طيب الان بالنسبه ماشي، هذه افرض نفترض انه كل الامور هذه اللي ذكرناها هذه الامور كلها كانت اوكي بتناسبني مفيش مشكله. طيب كويس، الان نيجي للميثودولوجي. في الميثودولوجي بدي اشوف انه كفاءة الكيميكالز والكاليبريشن والاوبتمايزيشن اوف ذا رياكشن كونديشن وما الى ذلك. الان هذا الكلام بيتم تطبيقه من خلال اللي هو اللينيرتي تشيك. اللينيرتي تشيك هذا مهم جدا، وهو باول ميزان انا بفحص فيه او بوزن فيه الطريقه. اول ميزان انا بفحص فيه الطريقه، أول معيار أنا بنزل الطريقة عليه وبشوف بفحصها من خلال هذا المعيار المهم اللي هو linearity check. طيب إيش المقصود باللينيارتي تشيك؟ بقول لي the first step of evaluation is to perform linearity check. أول شيء بدك تسوي له evaluation للطريقة اللي هو linearity check. طبعا هذا معناته إنه في أكثر من تيست بدك تفحص فيه أداء هذه الطريقة، أكثر من تيست. التيست الأولاني بتبدأ فيه اللي هو linearity. إذا سقطت الطريقة أو الميثود من في هذا الفحص معناته خلاص أنت ما تكملش، والطريقة هذه أو الكيميكالز ممكن طريقة تكون كويسة لكن الكيميكالز مش مظبوطة، أو الكيميكالز كويسة والطريقة مش مظبوطة، أو الاثنين مش مظبوطين. فبالتالي النيارتي تشيك النيارتي تشيك هذه مهمة جدا. طيب This confirms that the instrument or method is linear over its published working range. هذا الكلام مهم جدا. ايش يعني هذا الكلام؟ بقول لي هنا هذا يتطلب منا ايش؟ يعني في اللينيارتي تشيك انا ايش بدي افحص؟ في اللينيارتي تشيك انا بدي افحص هل في البامفلت اللي هم بيكون في الورقه اللي بتكون فيها التوجيهات والتعليمات تبعت الاداء التجربه بيكون فيها مكتوب اللينيارتي. ايش يعني مكتوب اللينيارتي؟ بيكون مكتوب بقول لك انه الفورمولا او الحسبه اللي انتم بتحسب فيها مثلا تركيز السكر وتركيز الكرياتينين تركيز اليوريا، هذه الحسبه اللي احنا بنشتغل عليها اللي هي صادقة وصحيحة طالما انه العلاقة ما بين الكونسنتريشن في الدم والاو دي الابزوربشن على الجهاز هي علاقة خط مستقيم.
إذا خرجت العلاقة عن الخط مستقيم معناته لن تستطيع تطبيق هذه الفورميولا. فرضا أنه أنا بدي أفحص مثلا اليوريا وقل لي اللينيارتي لعند تركيز مثلا يوريا مثلا 250 أو 220 فرضا يعني. طيب هذا إيش معناته؟ بقول إنه هذا معناته إنه التركيز تبع المادة اللي أنت بدك تقيسها اللينيارتي اللي هي العلاقة اللي أنت اللي هو لامبرت بيرز لو اللي أنت بدك تفحص أو تشوف خلالها قيمة التركيز المادة اليوريا فرضا اللي أنت تفحصها في الدم هي ما بتكونش مفتوحة على كل التركيزات. هو في تركيز معين لعنده بيقف علاقة اللينيارتي. بعد هيك أنت بدك تتخذ إجراءات زي تعمل دايلوشن أو ما إلى ذلك. طيب الآن الـ هو طريقة اللي بتكون موجودة في البامفلت بتقول لك إنه اللينيارتي اللي عند قديش. فلو فرضا إنه إحنا بنشتغل على اليوريا كانت قالت بتقول لك مثلا أنا عندي الآن تركيز 200 اليوريا بكون أنا عندي اللينيارتي شغال. طيب ليش تيجي أنت بالطريقة مثلا إنزيماتيك ميثود لديتكشن أوف بلاد شوجر بيجي بقول لك والله مثلا أنا لعند 450 ميلي جرام في المية هذا اللي عندها لينيارتي بتقف لأنه بعد هيك بتصير العلاقة مش خط مستقيم. إيش مشكلة؟ إحنا الآن في لينيارتي تشيك بدنا نشوف هل فعلا الطريقة هذه بتكشف لعند 450 سكر في الدم بيكون اللينيارتي شغال ولا اللينيارتي المعلن 450 ملي جرام اللي عنده لينيارتي علاقة بتكون لينيارتي ولما أنا أجي أقيس ألاقي اللينيارتي اللي عند مثلا 300 هذه بتكون مشكلة. ليش مشكلة؟ لأنه بتصير أنت أي إنسان بعد 300 سكره أعلى من 300 أنت حتتعامل معه أساس أنه لينيار العلاقة ما بين الكونسنتريشن للشجر وما بين الأودي وبالتالي في الحالة هذه أنت حتطبق قاعدة لامبرت بيرزلو وعلى اساس انه علاقه هي علاقه خط مستقيم لكن هي ما بتكونش علاقه خط مستقيم لانه الكيميكلز مش قادره السنسيتيفيتي تبعت السبيسيفيسيتي انها تشتغل بطريقه اللينير على هذا الكونسنتريشن وبالتالي هنا بتصير مشكله كبيره حتطلع نتائج مش مظبوطه بالتاكيد. وبالتالي هنا لينيرتي تشيك لهذه الطريقه ضروري جدا جدا انه احنا ايه ان احنا نشوف مصداقيتها. كل الطرق البيوكيميائيه هي إلها النيرتي تشيك وخصوصا اللي هو اللي بتعتمد على حسابات اعتمادها على علاقة الخط المستقيم ما بين التركيز المواد اللي بتفحصها وما بين الأودي لكل تركيز. هذا الكلام يعني في غاية الأهمية فعشان هيك هنا بقول لي إيش this confirms that the instrument or method is linear الميثود is linear لا زالت علاقة خط مستقيم over its published working range اللي هي لا زالت بتغطي ال linear range أو ال working range اللي هو معلن عنه ال working range اللي هو طبعا اللي هو مقصود linearity للشغل لأنه أنت أصلا ما بتقدرش تشتغل إلا على علاقة خط مستقيم. فهو لما يقول لك working range اللي هو يعني علاقة الخط المستقيم لا زالت شغالة بطلت شغاله معناته انت ما بتقدرش تعمل ما هذا مش working range. فهذا الكلام انت بدك تاخده بالاعتبار بدك تطلع على اللينيارتي بدك تطلع على اللينير الرينج المعلن عنه او الworking range وبقول لك انا مثلا في السكر من عند 10 ملي جرام لعند 450 اوكي ماشي فيش مشكله عندنا تعال تنشوف على أرض الميدان هل إنه فعلاً بيكون هل قد حنشوف كيف إن إحنا نشيك على الكلام هذا هل فعلاً إنه إحنا حنكون يعني فعلاً هل الكلام هذا صادق أم إنه في الكلام مش دقة. هذا الكلام مهم جداً إن إحنا يعني نشيك عليه فإحنا مهم جداً نعرف إيش المقصود. المقصود يا جماعة إنه في اللينيارتي تشيك إنه كل طريقة تحكمها في قياس في القياس علاقة خط مستقيم ما بين الأودي الاوبتيكال دنسيتي وما بين الكونسنتريشن للانالايت اللي انا بدي اقيسه المفروض انه في رينج مش مفتوحه اللينياريتي على تركيز بلا حدود لا هو بيكون محدد بتركيز معين. طب تمام فيش مشكله الان قديش انت التركيز يا عمي اللي انت طريقتك بتكون فيها لينيا بيجي بيقول لك والله انا الطريقه العلاقه ما بين التركيز المواد اللي بدي اقيسها وما بين الاودي بالنسبة مثلا للسكر لعند 450 ملي جرام بعد هيك بتصير العلاقة مش خط مستقيم.
طب حتقول لي طب هو في ناس بتزيد عن 450، بقول لك صحيح في ناس بتزيدوا. طب في الحاله هذه ايش نسوي؟ بقول لك هذه بنعالجها مش مشكله، طالما انه اللينيرتي صحيح المعلن عنها اللي هي الببلش صحيح فيش مشكله، احنا بنعمل تخفيفات في طرق ثانيه ممكن نعالجها، لكن المهم بدي اتاكد انه الببلش وركينج رينج او ببلش لينير رينج هل هو صادق ولا مش صادق. فالان انت علمت لي انه انت اللينيرتي تبعتك شغاله لعند 450 ملي جرام، اوكي انا بدي اعمل تشيك واشوف فعلا لعند 450 بكون لا زالت العلاقه لينير خط مستقيم ولا لا، واستطيع ان انا بناء عليها اطبق لامبرت بيرز لو ولا لا. لانه مش ممكن تطبق انت قاعده لامبرت بيرز لو اللي انتم اخذتوها في مختبرات البايوكيمستري الا اذا كانت العلاقه تحكمها خط مستقيم. مش العلاقه مش خط مستقيم ما تقدرش انك تطبق علاقة لامبرت بيرز لو، بالتالي بتضطر تروح لايش؟ ستاندر كيرف عشان تشيل عشان تكشف عن النتائج اللي بدك تصل إليها. طيب يبقى فهمنا الآن ايش يعني اللينيرتي تشيك. الآن طيب أنا بدي أسوي ماشي أوكي فهمنا الآن ايش أسوي. طيب بقول لي أكي أن أكيوس أور بروتين بيست ستاندرد أوف هاي كونسنتريشن إز دايلوتد تو أوبتين سيريز أوف سامبلز أوف ليسر بات نون كونسنتريشن. طيب الان عم نخش في الاجراء، بنروح بنجيب ستاندرد، احنا قلنا الستاندرد هو عباره عن ايش اللي هو المحلول او البروتين بيز ستاندرد، يعني الستاندرد بيكون التركيز الماده المراد فحصها هي الماتريكس تبعتها مذابه في ماده بروتينيه عشان يكون الخصائص الفيزيائيه مشابهه للسيرم، عشان يكون الخصائص الفيزيائيه مشابهه للسيرم الدم. فانت بتكون عندك اكيوس مائي او بروتين بيز ستاندرد. ستاندرد بيكون معلوم التركيز عالي، طبعا عالي التركيز ليش عالي التركيز؟ عشان انت تعمل سيريال دايلوشنز وتحصل على تخفيفات متدرجه، لان احنا هنا بدنا نفحص على اللينيارتي. طبعا كيف بدي افحص على كيف بدي اشيك على اللينيارتي؟ اشيك على اللينيارتي من خلال العديد من الدايلوشنز وارسم رسمه بياني، والرسمه البياني هذه اشوف انه بتديني خط مستقيم ولا لا. طيب الـ standard of high concentration is diluted، اللي عند الـ standard للـ high concentration بعمله dilution to obtain series of samples of lesser but known concentration. طبعا انت لما تكون الـ standard معلوم القيمة وتعمل مثلا serial dilution مثلا 2 fold serial dilution أو 10 fold أو 3 fold أو 4 fold serial dilution، خلاص انت بتكون عارف كل dilution قديش تركيزه. If a standard is not available, patient sample with high concentration can be used. إذا ما فيش عندك standard مش موجود، تقدر تستخدم patient sample معلومة القيمة تستخدمها كstandard. يعني أنت ما فيش عندك مثلاً أنت بتشوف طريقة وتفحص اللينيرتي شكلها، أنا ما عنديش standard أو مش متوفر في البلد standard، بقوم بجيب من المستشفى معتمدة وشغالة، بجيب عينة مريض تركيزها من السكر عالي وبفصل السيرم وبتعامل مع السيرم هذا كستاندرد لان انا صرت عرفت القيمة تبعته، وبعمل سيريال دايلوشن وبشتغل مفيش اي مشكلة. يعني ما تخليش غياب الـ 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 الستاندرد عن السوق او مش متوفر يكون معيق لك. طيب عملنا تخفيفات، بقول لي the range of samples should cover both ends of the methods ranged of linearity. ضروري جدا لما بتعمل انت سيريال دايلوشنز لازم القيم الدايلوشنز تغطي البوث اندز اوف ببلشد وركينج رينج. ليش؟ لانه انت ضروري، لانه اذا انت عملته اقل من الببلشد رينج طب ما هو ما تعملش شيء، انت ضمن الرينج. لكن انا بدي اسوي سيريال دايلوشنز تغطي البوث اندز للببلشد وركينج رينج بحيث انه انا تزيد عنها، وبالتالي انا اشوف هل هو فعلا فقد اللينيارتي تبعته بعد هذه القيم ولا لا. يعني هو لما قال لي مثلا والله انا الببلش لينير رينج للسكر من 20 ملي جرام فرضا ل 450 ملي جرام، طيب ماشي ممتاز، هذا الببلش وركينج رينج او لينير رينج، طيب ممتاز. الان لو انا بدي اعمل سيريال دايلوشن من 70 ل 300، طب ما هو انت داخل الببلشت وركينج رينج انت ما سويتش شيء، انت ما استفدتش حاجه، انت الخطوره في القيم الطرفيه مش في النص. في النص ما هو لازم يكون لينير، ما هو معروف في النص لازم يكون لينير، لكن الخطوره في الاطراف اللي هي هنا بكون عدم الدقه. فلما انت بدك تعمل سيريال دايلوشن بدك تكون عندك قيم، مثلا هو الطرف اللي عنده اللو رينج بكون مثلا 20،
انت خلي عندك 15 و10. طيب والعالي هو قال لك 450، اللي عنده 450 انت خلي 500 و550، وبالتالي عشان الرينج تبعك الدايلوشنز اللي تغطي البوث اندز اوف وركينج رينج، لازم الدايلوشنز يكون مغطيين البوث اندز اوف وركينج رينج، ما بينفعش يكون داخل الرينج المعلن عنه، لانه اذا دخل رينج معلن عنه وانت تشيكت، طب ما انت ما عملتش شيء، انت ما هو معلن، هو بيقول لك انه انا جوا الرينج هذا، انا لينير، لكن هي البطوله انه انا اشيك انه في الاطراف ال 20 ملي جرام اللي اعلن عنها الطرف الدنيا القليل والطرف العالي ال 450، انه هل فعلا هو عند هذه الاطراف فعلا هو لينير ولا مش لينير، وبالتالي بدك تعمل سيريال دايلوشن تغطي هذه النقاط، تغطي ال 20 تغطيها، يعني بدك تعمل 20 وبدك تعمل 15 و10، بدك تغطي ال 450 بدك تعمل قيم فيها 450 و500 و550 و600 وتشوف انت فعلا هل الدايلوشنز هذول ضلت معك ماشيه لينير 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 لما وصلت للببلش وركينج ريج اللي بيعلن عنه المصنع او الشركه وفقدت اللينياريتي بعد الرينج المعلن عنه. اذا والله فقدت اللينياريتي بعد الرينج المعلن عنه بكون الامور تمام وفي السليم وهذه الشركه محترمه. طيب اذا كان فقدت الرينج في فقدت اللينياريتي عند رينج اقل من 450 المعلن عنه، معناته في هنا مشكله في الكيميكالز او في الميثودولوجي تبعتهم وما الى ذلك. طيب الان بقول لي انالايز بعد ما عملنا سيره دايلوشن، بقول لك analyze the sample and compare samples and compare the results to the expected values by constructing scatter plot. طيب الآن إحنا اللي بدنا نسويه لما أنا عملت serial dilution عند standard وعملت serial dilutions وكنت أنا دقيق جدا طبعا في serial dilution. طيب سوينا serial dilution، عملنا مثلا 4 fold serial dilution او 10 فولد او ما الى ذلك. الان هذا القيم انا عارفها ولا مش عارفها؟ احنا عارفينها. ليش عارفينها؟ لانه الستاندرد هذا ستاندرد، يعني قيمه دقيقه ومعلومه القيمه بشكل دقيق جدا. فلما انا القيمه بدي اعمل 2 فولد، فعندي انا مثلا قيمه 500 مثلا او 600 ملي جرام في المية تركيز، عملت 2 فولد خلص يبقى الانبوبه الثانيه لما عملت 2 فولد يبقى هذه 300، طب اللي بعديها 150، طب اللي بعديها كذا، وبالتالي هذه القيم تبعت السيرة دايلوشن هي القيم الصادقة، هي القيم الصادقة. ليش؟ لنأخذ صدقيتها من الستاندرد اللي أنا شاريه واسمه ستاندرد، وبالتالي هذه القيم أنا متأكد أنه هي صحيحة بناء على أنه أنا شاري ستاندرد محترم وشاري ستاندرد دقيق. وبالتالي لما أنا بسوي 2 فول يبقى 600 لما أعملها 2 فول سيرة دايلوشن يبقى معناته 300 كذا، يبقى هذه القيم هي قيم دقيقة. فهذه اللي انا بسميها ايش؟ هذه اللي بسميها expected value. expected value الان هذه القيم بقوم انا بقيسها بناء على الطريقه اللي انا بدي اشيك عليها اللي بدي اختارها. فبقوم انا مثلا اللي عندي 600، طيب انا عندي 600، طيب انا عملت 2 فولت الانبوبه الثانيه 300، قيسها، قيس الانبوبه وشوف قديش بتطلع. المفروض تطلع ما عندك 300. طيب الان الريزلتس اللي بتطلع معايا المفروض تكون هي نفسها الاكسبكتد فاليو، يعني اذا انا قست من 300 المفروض انا اتوقع انها تكون 300. طيب الانبوبه الثالثه اللي هي 150 اذا انا بدي اقيسها وقستها المفروض انها تطلع 150 زي ما انا متوقع لانه هي قيمتها 150. ففي عندي انا في عندي ريزلت اللي طلعت معايا نتيجه تطبيق الطريقه اللي انا اخترتها، وفي عند الاكسبكتد فاليوز اللي انا بتوقع النتيجه هذه تكون هي اللي هي 300 طيب على الاكس اكسس ورقه رسم البياني، برسم ورقه رسم البياني اللي هي بليس ذا اكسبكتد فاليو، يبقى القيم تبعت الستاندردز تخفيفات الستاندردز بقوم انا على الاكس اكسس بقوم انا بحط القيم اللي هو عندي مثلا بديت من الصفر 50 70 90 وهكذا، يعني القيم اللي انت هذه قيم التخفيفات، قيم التخفيفات بحطها على الاكس اكسس. طيب والاوبتيند فاليو، الاوبتيند فاليو القيم اللي انا اللي حصلت عليها، يعني انا مثلا عندي قيمه 20 او تقييمه،
طب انا قستها قديش طلعت معايا؟ المفروض تطلع 20. طب شو قديش طلعت معاك؟ طلعت معك مثلا 20، حط 20 بتحط على النقطه اللي عندك الاكس اكسس تبعتها او السيني 20 وهذيك 20. طيب الام ال 40 شوف المفروض تطلع عندك 40. طيب وهكذا. فبالتالي على الواي اكسس بحط القيم اللي طلعت معايا نتيجه فحصها، فحص هذه الترابيز بالطريقه اللي انا بدي اختارها، اللي هي الاوبتيند فاليو طلعت معايا على الواي اكسس. الان اذا كان انت على في الرسم البياني الواي اكسس، قيم الواي اكسس تساوي قيم الاكس اكسس تساويها، وترسم الخط المستقيم، حيطلع معاك خط مستقيم يمر بنقطه الاصل اللي هو 0 0، والميل تبعه بيساوي 1، يعني الزاويه 45 مع الاكس اكسس، وهذا بيكون افضل علاقه خط مستقيم. يبقى معناته طيب، فاذا المفروض انا بتوقع اذا الطريقه هذه ممتازه، المفروض انه قيم الاكسبكتد فاليو اللي انا حصلت عليها بعد التخفيفات تساوي الريزلتس اللي انا حصلت عليها من اجراء التجربه. فاذا كانت متساويه هيطلع معايا خط مستقيم ممتاز يمر بنقطه الاصل وميله يساوي 1، يعني الزاويه 45 بيصنع زاويه 45 مع المحور الموجب للسينات، مع المحور الموجب للسينات. طيب بقول لي if the method is linear this line should have the slope of 1، الميل 1 يعني 45 مع محور مع المحور الموجب للسينات، and 0 y intercept يمر بنقطه الاصل. طيب هذا الكلام زي الخط هذا. الان هذا المحور الواي اكسس وهذا الاكس اكسس. هنا احنا بنحط قيم التراكيز بتاعت الستاندردز، تبدا مثلا من 0 20 40 60 وهكذا حسب يعني، وهذه القيم اللي انا حصلتها من التخفيفات. الان كل قيمه انا عملت لها تخفيف بتقيسها بالطريقه اللي انا بدي افحصها. الصفر قديش كانت ادتني نتيجه، ال 20 قديش ادتني نتيجه، ال 40 ال 60 ال 100 ال 200 وما الى ذلك، وبقوم برسم هنا على الواي اكسس النتائج، قيم القيم الستاندرد المخففه هذه قديش ادتني هنا. المفروض نظريا انه تكون القيم هذه هي نفس القيم هذه، نفس القيم اللي هنا هي نفسها، لانه انت بتحكي عن نفس القيم. طيب اذا طلعت نفسها معناته حيطلع معك هذا الخط المستقيم. هذا الخط المستقيم اذا كان الميل تبعه يساوي 1، يعني هذه الزاويه 45 اي معناته الميل يساوي 1 ويمر بنقطه الاصل والخط المستقيم بالشكل هذا، معناته هذا العلاقه خط مستقيم ممتاز. الان السؤال وين اللينياريتي تشيك في الموضوع؟ لينياريتي تشيك في الموضوع افرض انه هو قال لك انا عندي 450 في السكر، وكانت ال 450 في النقطه هذه فرضا، في النقطه هذه. طيب الان اذا كان الخط المستقيم وصل ال 450 هنا ولا زال خط مستقيم ممتد بميل واحد بالشكل هذا، بالميل واحد ويمر بنقطه الاصل، وكان وهذا صدقوا اللي هو النقطه هذه اللي هي 450، يعني 450 هنا وفعلا ادانا 450 هنا، معناته هذول الناس فعلا اللينياريتي وصلت لعند ال 450. الان اذا كان عندك بعد 450 كان في 500 وما كانش في الخط، ما صارش خط مستقيم، يعني ايش ما صارش خط مستقيم؟ يعني ال 500 ما ادتنيش 500، ال 500 ادتني مثلا 750، خلاص معناته هذا حتلاقي الخط بدل ما هو كان خط مستقيم جنح لفوق بطريقه هذه وطلع لفوق، بطل خط مستقيم او نزل لتحت. ما فيش مشكله. ليش فيش مشكله؟ لانه هو قال لي انا لعند 450 لينيرتي شغاله معايا، ففيش مشكله هنا. وبالتالي بصير بعد هيك اذا في ناس عندهم 500 550، اوكي ماشي، هذا بنعمل له دايلوشن وبنعالجه. لكن المهم انه لما نقول لي هو عند 450 هنا انا لسه بتحكمني علاقة خط مستقيم، يبقى معناته انت بدك تكون 450 هنا ويطلع قيمته 450. طبعا هو انا يعني مش ضروري يكون 450 بالليبر، يعني بالمجمل تكون في عندك خط مستقيم يحكم هذه العلاقة. فهذا الكلام مهم جدا ان احنا نكون عارفينه ومتأكدين منه على اساس انه احنا يعني الموضوع هذا ناخد بالنا منه. طيب
الآن هذا الكلام إذا طلع معايا الخط بطريقة هذه يبقى أنا عملت لينياريتي تشيك صح. طبعا زي ما احنا شيكنا على اللينياريتي تشيك في الأبر ليميت، بدنا نشوف اللي هو اللور ليميت، ونشوف مثلا اللينياريتي عند 20 شغالة فقط، عند أقل من 20 بكون فيش لينير. طيب بتشوف انت برضو الخط المستقيم هذا كيف وضعه في القيمة أقل من 20، يعني ايش أقل من 20؟ يعني شوف العشرة، إذا العشرة والله طلعت لي 15 أو 20 معناته مش لينير، لازم يكون العشرة تديني 10 أو 10.5 يعني، وقصور بسيطة بتمشي الحال. لكن وبالتالي بقول أنا خط مستقيم. أما إذا كانت عالية كتير أو واطية كتير عن العشرة معناته مش على خط مستقيم، معناته فشل لينيرتي تشيك في اللور ليميت او في الابر ليميت. المهم لما انا بقول عملت لينيرتي تشيك انه مثلا لما قال لي هو من 20 ل 450 لا زالت العلاقه خط مستقيم تمر بنقطه الاصل وميلها بميلها واحد، هذا معناته هذا الببلشت وركينج رينج او لينير رينج هو صادق وما فيش اي مشكله، ويصدق هذا الكلام انه القيمه اللي داخل هذا الرينج تساوي القيمه اللي هي المفحوصه على التجربه اللي انا بدي اختارها. فالقيمه المعلومه اذا ساوت القيم المفحوصه على الطريقه اللي بفحصها معناته الطريقه ممتازه وتحكمها علاقه خط مستقيم، يبقى معناته الامور في السليم وما فيش مشكله. طيب في بعض العوار، في بعض الميثودز بيظهر هذا العوار، مثلا هنا اي نعم علاقه خط مستقيم ولكن لا يمر بنقطه الاصل، فكان في ايش؟ كان في ازاحه لاعلى. هذه الازاحه لاعلى معناته هذا از نوت لينير، دير بالك هذا مش لينير. فبقول لي في فيجر 2 هنا الميثود از نوت لينير، هذه الميثود از نوت لينير لانه ال 20 هنا هذا الطالع لفوق ازاحه اعلى معناته ال 20 هنا قابلتها مثلا 35 مش 20. طيب ال 40 هتلاقيها 60، ال 100 هتلاقيها 150 او 170، دائما في ازاحه لاعلى، دائما في ازاحه لاعلى. هذا the observed and expected value will not be the same، يبقى ال observed اللي طلعت معايا مع ال expected مش the same، وهنا قلنا لازم تكون the same لانه اذا كانت the same معناته حيديني الشكل هذا. طيب هتلاقي انه هذا معناته في اشكاليه في، وهذه علاقه مش علاقه خط مستقيم، هذا فطبعا مرفوض بيكون الكت هذا مرفوض. في احيانا بالطريقه هذه عوار اخر اللي هو فيجر 4-3 the method is linear on one end، هنا اللور ليميت لينير ويا محلاه وما فيش اي مشكله وضلينا ماشيين لكن of its operating range and not on the other، لما مشينا فهو قال لي والله عند 450 هو لينير، فلما جيت انا افحص لقيت انه بدا الكيرف الخط المستقيم ينزل معايا من بعد مثلا 350، لان هنا 350 كان شغال معايا لينير. طيب 370 صار اقل من 370 مثلا، ادانا 320. طب جينا لل 300 لل 400 صار يديني اقل، فلما جيت رسمت الخط المستقيم بدل ما يضلوا مكمل على طول فوق اداني المنظر هذا، معناته القيم اللي هي الريزلتس معايا اقل من الاكسبكتد، وبالتالي عند 450 هنا ما كانش في علاقه خط مستقيم، معناته هو اللي بيع لي مقلل عند 450 لكن في الحقيقه هي 350 مش 450، وبالتالي هنا عدم مصداقيه. فهذا ايضا معناته فحص يعني رسبت هذه الميثود في فحص اللينياريتي. When method loses linearity on either end سواء كان هنا او هنا، اي اذا فقدت اللينياريتي في اي جهه من الجهات its range the line will start to curve، طبعا حيصير في عندك كيرف، ومعناته هذا الكلام الطريقه هذه فشلت في انها يعني تصدق او تتاكد انت انه تكون كده تاكدت انه انت الرينج تبع هذه الشركه او هذه الميثود مش مظبوط زي ما هي اعلنت. فالمفروض انه تكون الطريقه هذه تكشف اللينيرتي رينج للرينج المعلن، الرينج المعلن هذا هو يعني البطوله. طيب احنا عشان الموضوع اللينيرتي تشيك يعني بيعتمد اعتماد كبير جدا جدا على اللي هو تركيز الدايلوشنز اللي انت شغال عليه، وعشان ما نظلمش الشركات اللي احنا بدنا نشيك على الادويه تبعتها
خد بالك الموضوع السيريال دايلوشن، وانك انت تعمل دايلوشنز هذا مهم جدا انك انت تعمله صحيح، مش تروح تشتري ستاندر بعدين تعمل دايلوشنز ويطلع الدايلوشنز تبعك مش مظبوط، وتيجي تفحص تعمل تقول والله الشركه شغلها مش مظبوط وانت تكون شغلك مش مظبوط، هذا بيكون مصيبه. فالاصل انه انت لما تعمل دايلوشن بدك تتاكد انه الدابوت في القصه هذه، بدك تتاكد انه الدايلوشنز اللي انت عملته دايلوشن دقيق جدا جدا وما فيش فيه اخطاء، ولا يقبل اي خطا مهما كان صغير، لانه انت بتبني على ذلك قرار. عشان هيك اخواننا بالنسبه للدايلوشن ما بدناش نعتمد طريقه السيريال دايلوشن. ليش بدناش نعتمد السيريال دايلوشن؟ لانه اذا اعتمدنا طريقه السيريال دايلوشن اذا في خطا في الانابيب الاولى، الانابيب اللي بعديها حيكون فيها خطا. يعني لو فرضا ان انا عندي ستاندرد قيمته 600 ملي جرام في المية، طيب الستاندرد هذا انا بدي اعمل سيريال دايلوشن مثلا 2 فولد، طيب وانا بدي اعمل مثلا 10 انابيب يعني 10 نقاط. الان اللي لو انا اخطات في الانبوبه الثانيه وعملت 2 فولد دايلوشن، وبدل ما يكون مثلا احط مثلا نص مل من الووتر مع نص مل من الستاندرد، هيك بصير انا عندي 2 فولد والقيمه 300، غلطت وحطيت قيمه اقل من القيمه او اكثر من الديستيلد ووتر. طيب الان صار عندي خطا منهم في الانبوبه الثانيه، وبدل ما تديني 300 ادتني 250. طيب الان السيريال دايلوشن انا بدأخذ من الثانيه وودي على الثالثه، وبالتالي الثالثه برضه حيصير فيها خطا لانه اخذت من الثانيه قيمه خطا، والرابعه من الثالثه والخامسه من الرابعه، يبقى معناته كل السري عندك انضرب وكل السري صار فيه اخطاء، وبالتالي هنا الخطا كارثي. طيب عشان اتجاوز هذا الامر، قال لك انت لما بتعمل دايلوشنز ما تعملش سيريال دايلوشنز. طب هاي ايش اسوي؟ اعمل دايلوشنز بشكل مستقل، كل دايلوشن اعمله بشكل مستقل عشان ما يصيرش عندك خطا مركب. لو حدث خطا حيكون في خطا في انبوبه واحده او في دايلوشن واحد، وانت حيبين معك. وبالتالي هنا هذا مثال، هاي الستوك سوليوشن، هذا الستوك سوليوشن مثلا اللي هو الستاندرد اللي تركيزه مثلا 10 ملي مول فرضا يعني. الان انا عندي هاي انابيب او الويلز او ايا كانت، كل واحده بعملها دايلوشن مستقل بنفسه مباشره من الستوك سوليوشن مش سيريال دايلوشن، وبالتالي للانبوبه هذه تخفيف ما باخذ من هنا انا، وهذه الانبوبه ما باخذ لهاش من هنا زي ما بنعمل سيريال دايلوشن، لا انا كل انبوبه باخذ بشكل مستقل. ليش؟ عشان ما اخليش الانبوبه هذه معتمده على هذه، ولا هذه الانبوبه تكون معتمده على هذه، ولا هذه الانبوبه تكون معتمده على هذه، وبالتالي لو في خطا حيطلع خطا منحصر في الانبوبه هذه نفسها مش في السيري نفسه اللي انا اعتمدت فيه على الانبوبه الاولانيه. طيب هذا الكلام متاح بس انه انت تعمل اللي هو حسبه قديش انت بتحط ديستيلد ووتر مثلا او سلاين او ما الى ذلك، وتحط الكميات بسيطه. فانت عندك هنا 75 نانو لتر مثلا بتحطهم على كميه معينه، طيب في الانبوبه الثانيه بتحطش 75 بتحط 25، هنا 7.5 هنا 2.5، وبالتالي على حجم ثابت من الماء، على حجم مثلا ثابت من الماء، وبالتالي هنا بيطلع عندك اللي هو الدايلوشنز اللي بدك اياها تعملها حسب انت بطريقتك، وبتاخد الدايلوشن بشكل دقيق ومش معتمد، كل انبوبه مش معتمده على اختها. هذا الكلام ليش بنقوله؟ لانه الخطير جدا ان اذا انا اخذ من هنا لهنا وبعدين من هنا لهنا واعمل انقل، اذا كان في خطا في اي انبوبه معناته كل ما وراها كل ما يتبعها معناته حيكون في عندك مشكله، التجربه كلها هتضرب معاه ومش حيكون في عندك يعني شغل مظبوط. هذا بما يخص اللي هو النيريتد شيك. فضروري جدا انك انت تعرف تعمل حسبتك صح بالنسبه للدايلوشن، ما تعملش سيريال دايلوشن اسلم، مع انه سيريال دايلوشن يعني معتمد، الا اذا كنت انت يعني خبره واكسبرت في المجال هذا، فيش مجال انك انت تغلط فيش مشكله، لكن للاحتياط بنعمل دايلوشنز متقطع ومستقل، كل واحده مختلفه عن مستقله عن اختها، وبتعمل ترسم على الرسم البياني اللي هو اللي هنا، بتحط القيم الستاندرد اللي انت عملتها بالدايلوشن، كل قيمه بتروح بتقيسها بالطريقه اللي انت بتفحصها وتشوف قديش طلعت لك، هل طلعت لك نفس القيمه اللي انت عارفها ولا لا، وبتشوف ترسم الرسم البياني النقاط اللي هو
القيمه اللي انت عارفها هنا 20 بتقابلها مثلا هنا 22 وبترسم النقطه، وهنا وهكذا النقط الاخرى، فبيطلع معاك انت ايه، بيطلع معاك الخط المستقيم، وبتشوف هل هذا خط مستقيم مستمر مستقيم الى نقطه الببلشت وركينج رينج اللور رينج والابر رينج. اذا كان بيغطيهم اوكي، عشان هيك احنا قلنا في الدايلوشنز لازم تغطي الجهتين، ما بينفعش تكون ال 20 وال 450 وتعمل لي دايلوشنز مثلا من 50 ل 300 وتسيب المناطق الطرفيه، لا لازم انت يكون الدايلوشنز يكون اقل من 20 واكثر من 450، عشان لما الكيرف، عشان الخط المستقيم لما يتحول لكيرف مع بعد ال 450 فيش مشكله، ما هو اعلن لي مقال لي 450. لو الكيرف، لو الخط المستقيم بطل خط مستقيم وتحول الى كيرف ما قبل اقل من ال 20 برضه فيش مشكله، لانه هو جاي لي 20، عشان هيك انا لازم اكون الديلوشنز انا مغطيها ومغطي الطرفين تبع اللور والابر ليميت للببلش وركينج رينج. هذا يعني بالنسبه للنيرتي تشيك، هنستكمل ان شاء الله في المحاضرات القادمه باذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.